إضرابات عمالية جديدة وتوقف لحركة النقل في ميناء وجمارك عدن، حدث تسبب بتعثر العمل في الميناء الذي يعد من أهم الموانئ البحرية ارتباطاً بالنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. الإضراب جاء بعد حملة لأمن المنطقة الحرة ضد الشاحنات التي لا تلتزم بالأماكن المخصصة للتوقف وتعرقل الحركة في خطوط الميناء. سائقو الشاحنات قالوا إن أسباب توقف حركة النقل يعود إلى ضعف الجهات في تنظيم ازدحام الشاحنات في ميناء وجمارك عدن، ويعود أيضاً لضعف القدرة والمساحة الاستيعابية لدى الميناء وازدحام المساحات بالشاحنات وضيق الطرقات فيها. بسبب الزحمة اللي في الميناء، سببها أول شيء عدم وجود مساحات كافية للسيارات، ثاني حاجة عرقلة الموانئ، ثالث حاجة الجمارك ما فيش شغل زي ما الناس، الجمارك المساحات كلها مأجرين لها للتجار وفاضية. نحن جالسين هنا من 4 أيام من 5 أيام مطبرين، ما عرفنا ندخل البوابة الرئيسية. المنطقة الحرة والجهات المعنية بحركة النقل في عدن عقدوا اجتماعا طارئا لوضع حلول تخفف من الازدحام وتسهل حركة المرور. الاجتماع أقر تخصيص مساحة إضافية للجمارك تقدر بنحو 65,000 متر مربع لاستيعاب الشاحنات ولمنع وقوفها المتكرر في الخطوط الرئيسية. مع استمرار الإضراب، يقول مراقبون إن الإضرابات أدت إلى مزيد من السمعة السيئة للموانئ اليمنية، وأدت إلى انخفاض الحركة الملاحية وتراجع النشاط التجاري، الأمر الذي تسبب بخسارة إيرادات ضخمة كانت تحققها خزينة الدولة من وراء الخدمات الملاحية البحرية المختلفة. انعكاسات سلبية عديدة تسببت بها الإضرابات في الميناء لم تؤثر فقط على الاقتصاد بل على حركة السوق التجارية التي تنعكس على حياة المواطنين في بلد لم تتوقف فيه الحرب والأزمات.